من اكتر المواضيع اللي سالت منها يعني عنها اتسالت عنها كابراج، يعني ازاي اخلي كل برج يندم ان هو خسرني او يندم ان هو ان انا سبته وبعدنا عن بعض. فانا حسيت الموضوع جنرال اكتر، يعني اعتقد ان احنا ممكن نتكلم عنه جنرال مش لازم نتكلم عنه كابراج. ازاي اخلي حد يندم ان هو خسرني او ان هو في الحب، سواء بقى زوج خطيب حبيب اي حد يندم ان هو خسرك. انا عندي نقطة واحدة بس، ما تلحقش الشخص ده، ما تجريش وراه، ما تفضلش تتصل بيه. طبعا انتوا عارفين عمر يا جماعة، فهو دخل بوظ لي الفيديو. ما تجريش ورا الشخص ده ليه بقى؟ لان كل مسجز اللي بتجيلي طب انت عملتي ايه، بتصل بيه كل يوم ما بيردش، ببعت له مسجات كتير جدا ما بيردش، تواصل ملاحقة بجري وراه عمالة بقى ايه بتشيز، يعني بتشيز دي اللي هو ايه، يجيلي كده اجيله كده، يجيله كده اجيله كده، عارفة. فخلاص لو انت غلطان اعتذر. انا دايما مع سياسة ان الغلطان لازم يعتذر، طالما انت اخطأت بحق بني ادم لازم ترفع راية الاستسلام وتقول انا اسف انا اخطأت وانا بعتذر على الخطأ اللي حصل مني ده. بس ان انت تفضل بقى تعتذر وتهين نفسك وتقلل من قيمتك وتقلل من استحقاقك لنفسك، نو انا ضد الحركة دي. يبقى رقم واحد، لا للملاحقة، لا للي انت تجري وراه، لان انت تفضل تتصل ومسجات مسجات. انا عندي واحدة صاحبتي خطبها سابها، اقسم بالله العظيم بتحكي لي انها بعتت له 1700 مسج وتن تن ورا بعض وفويس نوتس فويس، وهو ما بيفتحش الفويس نوتس ما بيردش، وهي شغاله وبتحكي قصص وحكايات، وكل فويس نوت فويس مود موت فويس نوت دقيقه. لا ده غلط. لازم الشخص ده يحس ان هو خسرك، لازم يحس ان هو فقدك. هو عمره ما يحس ان هو خسرك وفقدك لو انت عمال بتلف حواليه. فعلشان يحس ان انت خلاص مشيت ويبدا يحس بقيمتك ويبدا يحس باشتياق ليك، لازم تختفي. اي 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 حتى ريليشن شيب كوتش لما حد يجي ينفصل عن حد هيقوله اختفي من حياته، سيبه ابعد جو اواي، سيبه كده، اديله البيرسونال سبيس بتاعته. مش هو في مثل بيقول لك اذا اردت شيئا بشده فاترك له العنان، فان عاد اليك فهو لك وان لم يعد فانه لم يكن لك يوما. خلاص اترك له العنان، سيبه، لان هو لو فضل حاسس انت موجود في حياته فانت مضمون، فانت موجود، فخلاص انت بلا قيمه بالنسبه له. اوكي. تاني حاجه، لازم تتطور اتحسن. دايما لما يكون انسان يعني متضايق او زعلان ان هو فقد حد بيبقى عنده باور، استخدم الباور دي ان انت تحسن وتطور وان انت تكبر في كل مجالات في حياتك، في شكلك، في شغلك، في الفتنس بتاعتك، في الـ في الـ في الـ في دايره اصحابك، في هواياتك. طور من طور educate yourself، يعني اشتغل على نفسك. ليه؟ علشان عمرنا ما هنزعل ان احنا فقدنا شخص فاشل، عمرنا ما هنزعل ان احنا فقدنا شخص بلا قيمة، هنزعل ان احنا فقدنا حد ناجح، هنزعل ان احنا فقدنا حد كويس. في بوينت تانية ما تتكلمش عنه وحش قدام حد، وسبيشال لو في common friends ما بينكو او في ناس مشتركة ما بينكو، اوعى تغلط في حق حد، يعني مش عشان انت سبته تغلط فيه، لان هو كل ما يحس ان انت انسان كويس وانسان محترم وانسان ابن ناس وابن اصول كل ما هيزعل عليك اكتر. اما انت بقى تخيل تقعد تشتم ده كان ابن كذا وكان بيعمل كذا وكان بيسوي بخيل وكذا وكذا، هل هو هيحترمك؟ بالعكس، هل هو هيرجع لك بعد الكلام ده وانت عمال بتشتم فيه؟ اطلاقا. فبالتالي احترم البرايفسي اللي ما بينكوا، احترم الـ 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 الحاجات الحلوه اللي كانت جمعاك والحاجات الوحشه. لازم يبقى في احترام من الطرفين عشان الشخص ده يقدرك ويحس ان انت ابن اصول وابن ناس. حتى الازواج، يعني الناس اللي بتتطلق والناس اللي يعني انا ببقى ضد خالص ان الاسرار دي تطلع والحاجات دي، بحس ان هو ان هي حاجه مش كويسه. فاحفظوا يعني احفظوا اسرار العلاقه. اوكي. زي ما قلت، اشتغل على اكبر في شغلك، اكبر في حياتك. فاكرين الاحلام الوردي اللي انت كنت بتقعد تحكيها له، هو مثلا كان بيقول عليك مجنون مش هتوصلها؟ لا، حط تشالنج انت توصلها عشان يقول ايه ده، انت كان بيتكلم جد. عارف ياما في ناس كتير قوي كانت مرتبطه بنفسه وسابوه، دلوقتي بقوا سيلبرتيز، بقوا ناس كبيره وبقى ناس عظيمه وبقت ناس ناجحه وعملت مشاريع. هو هيزعل عليك على فكره وهندم على خسارتك ساعتها. يعني تخيلوا كده مثلا لو كان محمد صلاح، عشان انا بحبه جدا ربنا وفقه، مرتبط بواحده مثلا وسابها في يوم من الايام، انتوا متخيلين بعد ما بقى محمد صلاح البنت دي هيحصل فيها ايه؟ او يعني انا ما اعرفش، بس بتخيلوا اي حد، كريستيانو رونالدو، امير كرارة، اي حد في الدنيا، انتوا متخيلين رجل اعمال،
وتقابر. في نقطة تانية برضو، ان انت ما تحاولش بقى تعمل صدف بقى وتلاحقه بقى، اللي هو تروح تحت بيته وتروح له عند الشغل. الشخص ده خلاص انت هتنساه، هو كأنه سيبه على الاقل شهرين ثلاثة، هو لو بيحبك هيجي يرجع لك، حتى لو زعلان منك هيهدى. ما تحاولش ان انت تقعد تسأل عنه اصحابه المشتركين، دي غلطة بقى البنات بتعملها. تلاقي بقى ايه، تلاقي البنت بقت البست فريند بتاعت كل اصحابه، لا كده غلط يعني. ولا تكلمي عنه مع الناس المشتركين، ولا 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 تجيبي سيرته، ولا تسألي عنه، ولا تسألي عن اخباره، كأنه اختفى من الحياة. تبخر والله العظيم. طيب لو انت قابلته صدفة يعني كأنه شخص عادي جدا، one of your friends one of، يعني شخص معرفة تعرفه وتتعامل معاه عادي، بلاش يعني ما تتجاهلهوش قوي عشان هو ما يحسش ان انت الموضوع في دماغك. بلاش تتعامل معاه منتهى البرود، تتحكم في البودي لانجوج بتاعتك، تتحكم في اعصابك، تتحكم في انفعالاتك، وتسلم عليك انه شخص عادي. هيتحرق من جواه على فكرة. ايه تتألم؟ انا بشوف ناس كتير قوي بتتعب وتروح مستشفيات ويجي لها عقد نفسية. ايه تخسر نفسك علشان حد؟ اياك تتحطم علشان حد. حتى مهما كان الوجع، مهما كان الجرح، خليك اقوى من الجرح ده. دايما خلي المحن تقويك، خلي المحن تسندك. اياك تخسر رونقك وطاقتك علشان حد. انا عارفة ان لما بنبقى خسرنا حد بنحبه بالذات بنتوجع قوي، قلبنا بيوجعنا، بنحس بالألم. خلي الكلام ده اللي هو يبقى دافع عليك ان انت تكون افضل. الستات البنات التخينه خسي، تخيلي كده هو كان بيحبك وانت مليانه كده وجسمك مش حلو، تخيلي ما تبقي بقى رول موديل كده، جسمك حلو قوي، هو يشوفك صدفه، انت عارفه هو هيندم ازاي؟ الراجل النحيف كده اللي ما عندوش عضلات ومش عارفه كانت حبيبته بتتنمر عليه. انا بقول بتتنمر عشان انا متنمره، وممكن تكون زيي متنمره برضو. وتقول ايه ده انت ما عندكش عضلات، ايه ده، او ماي جاد. تخيلي بقى ما تشوفك كده وانت مفرود مشدود. في فرق يا جماعه، في فرق. عمرنا ما هنندم ولا هنتقهر ان احنا خسرنا حد لوزر او فاشل، هنندم على الناس الناجحه. يبقى انت انجح، ابتدي من نفسك. لو مش بتشتغلي دوري على شغل، لو بتشتغل في شركه طور من نفسك، اترقى، اكبر، اجتهد، اعمل شغلانه تانيه، طور من ذاتك. يا جماعه انا عاشقه لتطوير الذات، بشوف ان الانسان طول ما هو عايش هو ممكن يطور من نفسه، طول ما هو عايش ممكن يكون افضل، طول ما هو عايش ممكن يبقى احسن. طوروا من ذاتكم، اتقدموا، اكبروا، اشتغلوا على نفسكم. اكتر ناس عظماء كبروا وقت المحن. فلو عايز شخص يندم، كن الاقوى، فكر في مستقبلك، اتفرجوا على الفيديوهات التحفيزيه بتاعتي، احكولي بقى قصتكم. ليه سبتوا الناس اللي كنتوا بتحبوهم، وليه عايزينهم يندموا، واحكولي قصصكم تحت في الكومنتس، حابة اسمع قصصكم. اياك تتكسر، اياك تتحطم، اياك تخسر نفسك علشان حد. متعرفش ربنا شايل لك فين، يمكن الخير ده ان الشخص ده يبعد دلوقتي وهيرجع لك تاني، او الخير ان في حد تاني احسن بكتير جدا ومناسب ليك بكتير جدا جاي تاني في حياتك. شكرا، باي باي، مع السلامة، اشوفكم فيديو تاني، باي باي.